حمل لك وين البنت؟ ولك وينها؟ قمر، قمر هي اللي رح تطلع لي الكنز من البيت. ولك أنو كنز؟ وحدة عم ترضع لساتها بدها تطلع لك كنز، فاهميني؟ وين عمل لك؟ وين؟ لا تجننيني. هن هيك قالوا لي، هن قالوا لي ايه؟ قالوا لي بدهم اياها قربان، قربان لحتى اقدر اخذ الكنز. لا لا عمي، أنا آسفة بس سكرته كيس زبالة. لا تبي تتدخلي بشي ما بيعنيك. مرت عمي، بس شو هدول؟ ما قلت لك لا تتدخلي بشي ما بيعنيكي؟ حاضر. يلا روحي كملي شغلك، حطيهم هون. أنتي مرتي وصار لازم تعرفي بهذا الشيء اللي بدي أقول لك إياه. أمي بزمانها شافت منام إنه في كنز بهالبيت وما حدا بيقدر يساعدها بمطالعته إلا الجن. ولي بسم الله الرحمن الرحيم، لا بتأذوني ولا منأذيكم. ولك شبكي، شو صار لك؟ لا تعملي لي مثل أمي. المهم بعد ما شافت هالمنام مدري شو صار له، ولي ضربوا عقلاتها، صار معها وسواس طول الوقت. يا بتلاقيها عم تقرا ما بعرف شو عم تقرا، يا بتلاقيها مثلا قاعده عم تحكي مع حالها، يا هي مو هي، الله العليم. الله يعافيها يا رب. بس هذا وسواس، بتعرف الوسواس بالمخ متى ما دخل مدري الواحد شو بيصير له. فالله يرضى عليكي، بدي اياكي تتحمليها، تتحمليها وتواسيها لنشوف شو الله بيخلق معنا. لا بتقاسونا ولا مناسيكم، لا بتقاسونا ولا مناسيكم. لا خلص، لا هدي تاني هتعملي لي مثلها. لك حاجة تصدي هيك شغلات؟ تكلي على الله. قومي والله جعنا. ونعمة بالله ابن عمي، ونعمة بالله. قومي قومي حضري لنا اللي متأكلنا أكلها. يلا من عيوني. صحتين وهنا تقبل قلبي، ساك من ايدي. الله يسلم ايدين. كان سكر دون لبنان، قولي لي متى لبنان هي معصبة، ساك من ايدي. ان شاء الله صحتين وهنا. شو يا ماما؟ ليش ما عم تاكلي؟ مالي جوعانة. اكل شي يعني؟ مالي نفس للاكل. رح اطعميكي بايدي. ما باكل من ايد حدا. شبكي يا مو؟ مروه ما كان قصدها شيء يعني. انت لا تتدخل، بتعرفني ما باكل من ايد حدا. بعدين انا هاي الحركات ما بحبها، لا بحب حدا يتدخل اذا باكل ولا ما باكل. بلاها هاي الكولكه. يا مو، ليش هيك كسرتي بخاطرها للمخلوقة؟ مرتك زودتها كثير. أنا مالي ولد صغير لحتى تطعميني بإيدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أمي حلي عنا للمخلوقة بقى، المرة حامل، حامل وعايفة حالها، ما بيجوز نكسر بخاطرها. من لما فاتت هاي البنت على البيت كل أموري معسرة، ما عاد رضوا يقولوا لي وين الكنز مدفون. استغفر الله العظيم. لك شو هالسيرة هي يا مو؟ ما عاد بدنا نخلص منها. لك هاي القصة وهذا المنام اللي شفتيه صار له 15 سنة،
لك لو في شيء، لو في شيء من اللي عم تقوليه أنت كان حدا لقى الكنز بقى وخلصنا منه. لك أمي شوفي حالتك، لا عم تحسني تاكلي ولا تشربي ولا تنامي. لك حاجة بقى هي كلها وسويس، لك حاجة تآمني فيها. ما في هيك شيء يا أمو، ما في هيك شيء. لك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم، بدل ما تساعدني وتدور عليه معي. لك على شو؟ كنز. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ابن عمي. بسم الله الرحمن الرحيم، شبكي؟ لا تأخذني مشان الله. ابن عمي زعلان مني لأني جبت لك بنت. شوف الحكي اللي عم تحكي، ازعل منك، ليش دي زعل منك؟ المهم الخلقة التامة لك بنت عمي. ايه ابن عمي ما اختلفنا، بس كمان أنا خايفة تكون مرت عمي تضايقت مني، وخصوصي إنك ابنها الوحيد. ولك يا مروة، يلي بيجي من الله يا محلاه. بعدين شو الفرق بين الصبي وبين البنت؟ مين قال لك اني مو طاير عقلي فيها؟ بعدين البنات احن من الصبيان خيرات الله. الله يخلي لي اياك يا رب، وما يحرمني منك ومن حنانك. ويخلي لي اياك يا رب. ما قلتي لي شلونك مع عمي؟ هلا ليك للصراحه انا كنت خايفه كثير انه تقلب وشها فيني، تحديدا بعد ما جبت البنت. بس شكلها كثير كثير حاببتها، وقال شو بدها تسميها قمر على قد ما لها حلوه. الله عليك يا عم، بعتز منين بتجيبي هالنهبات؟ منين جابتوا لهالاسم؟ شو بيعرفني؟ المهم الله يخلي لنا اياها ويطول بعمرها يا رب. امين يا رب امين. قومي جيبي لي البنوته يا حاكم، اشتقت لها خيرات الله. ايه من عيوني التنتين. مع السلامة. ما قلتي لي وين حماتك؟ والله ما بعرف، فقت الصبح وما لقيتها، يمكن طلعت على السوق. كتير منيح، قومي لنفوت على الأوضة ندور نشوف اللي شاكة فيه. أنت صح؟ لا ما بقدر، مستحيل فوت على أوضتها. بعدين صدقيني مرت عمي كتير متغيرة معي، وتحديدا من بعد ما جبت يا أمور. يا ميت أهلين وسهلين بوفاء خانم. أهلين فيك، نورتينا وشرفتينا والله. ميت أهلا وسهلا. الله يخليك. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. ليش واقفين؟ لين مرت عمي. مروة يا مروة. أهلين تقبر قلبي، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، شلونك؟ طميني عني. اشتاقت لك، تشكل قاسي. اليوم شفت أبوكي بالحارة وخبرني إنه عرس بنت عمك الخميس الجاي. أي والله عرسها لهالدرسانة نهاية، بس ما بقدر أحضر عرسها. وليش ما بتقدري تحضري حبيبتي؟ يا مرت عمي، شلون بدي أتركها لأمر لحالها؟ ما بقدر آخذها معي. الله يسامحك، هو أنا شو عم بعمل؟ شو هالحكي يا مو؟ البنت لساتها صغيرة وعم ترضع، إذا جاعت مين بده يطعميها؟ شو هالحكي لك معتز؟ شو أنا أول مرة بربي فيها أولاد صغار؟ إذا جاعت بطعميها، بشربها يانسون وبنيمها. حبيبتي مروة، أنت لازم تروحي على العرس، ما بيصير ما حلوة، هي بنت عمك. الله يخلي لي إياكي، ما بتتخيلوا قديش كنت مزعوجة لأن ما حقدر أشوفها لنهى بعرسها.
خلص انت معناتها هلا بتروحي بتباركي لها شغله ساعه زمان وبترجعي دغري فورا. اي حاضر من عيوني. يلا قومي قومي حضري لي الغداء لانه عصافير بطني عم بتزلزل. اغتسل الجوع تكرم عينك. يلا وانا رح ساعدك. هي امي. الحمد لله الحمد لله اللي تغيرت الاحوال. ايه ها الام غيرت يا ابنها. شلونك يا عمو؟ كيفك مرت عمي؟ اهلين تقبرني. كيف العرس كان؟ انبسطتي؟ والله بيطير العقل. اشتهيناكي معنا. وين قمر؟ ناطف قلبي على ما اشوفه. ما طولتي. كيف كانت العروس؟ حلوه؟ ايه حلوه كثير. ما طولت لان ابن عمي ضل ناطرني برا لبين ما خلصنا. وين قمر مرت عمي؟ جوا. نايمه جوا. ايه يلا. هاي البنت الصغيرة هي اللي رح تطلع لي الكنز من البيت. ابن عمي الحارس! الحارس صار الله يا ربي تشيطان! عمل لك وين البنت؟ ولك وينها؟ قمر قمر هي اللي رح تطلع لي الكنز من البيت. ولك أنو كنز؟ وحدة عم ترضع لساتها بدها تطلع لك كنز، فاهميني؟ وين عم اقول لك وين؟ لا تجننيني. هن هيك قالوا لي. هن قالوا لي ايه؟ قالوا لي بدهم اياها قربان قربان لحتى اقدر اخذ الكنز. الكنز اللي صار لي 15 سنة عم دور عليه. هاي الدنيا هيك؟ بدك تعطي لحتى تاخذ؟ ما فيك تاخذ بدون ما تعطي. اعطيتهم اياها قربان. ايه ايه بيستاهلوا. ايه لا لا قتلتها. ولك قتلتني. قتلتها. ولك قتلتني. وين هلا؟ انت اكيد مجنونة. قتلتيها لبنتي. الله يوفقك. ايه قتلتها. ايه قتلتها. قتلتها. ايه قتلتها. جيب المرة ومين الطفلة؟ انت ابنك. انت ابنك من لحمك ودمك. حرقتي قلبي. حرقتي قلبي عليك. بتعرفي شو أصعب شيء؟ أصعب شيء بالحياة إنه القاتل يكون واقف جنبي ما أحسن أعمل معه شيء.
انه لقاتك. امي امي اشحطوها يا المجرمة اشحطوها يلا. Ha 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 ha